وتريات ليلية وتريات ليلية وتريات ليلية سهرة ثقافية بنسمات إبداعية وتريات ليلية وتريات ليلية وتريات ليلية مساء الخير، مساء المحبة، مساء النوار، أهلا وسهلا، تحياتي لكل من يستمع إلينا أينما كان، في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة الإنترنت. عدد جديد من وتريات ليلية وحوارات مع أهل الثقافة والإبداع. هذا المساء نحتفي برواية الإسفنجة للأستاذ الكاتب الدكتور والباحث الأزهر زناد. ضيوف أسارة الأستاذ الأزهر زناد، الكاتب الروائي محمد عيسى المدب، الأستاذ الناقدة الدكتورة نورد الخزري، الأستاذ الناقد ناجي الخشناوي، الدكتور محمد الهادي الطاهري، والشاعرة المبدعة مريم الخضراوي. الفريق العمل معنا هذا المساء على جهاز التقنيه والبث الرقمي حمدي الأحول، في غرفة توزيع المكالمات الهاتفية سفيان خديم الله، أرقامنا هي 47-240-260-47-246-417. أمام المزدح فيصل القاسمي. كما ذكرت هذا المساء نحتفي برواية الإسفنجة الفائزة بجائزة الكومار، جائزة الاكتشاف. نرحب بها الدكتور الأستاذ الأزهر زناد. مساء الخير. مساء الخير الصديق فيصل، اهلا وسهلا. كذلك ارحب بي الكاتب الروائي المعروف الاستاذ محمد عيسى المدب. مساء الخير. مساء الخير استاذ فيصل، اهلا وسهلا بك بإذاعة السقس. طبعا تحيه للاصدقاء، طبعا تحيه للمحتفى به الروائي الازهر الزناد، تحيه للاصدقاء استاذ نورد صديقي القاص المشاكس ناجي الخشناوي، الشاعر الخضراوي وستار. نعم. كذلك ارحب بي الدكتوره وصديقه البرنامج الاستاذه نورد الخزري. مساء الخير. تحيه طيبه استاذ فيصل، تحيه طيبه لكل المستمعين الاوفياء، تحيه تقدير لاستاذنا المتميز الازهر الزناد، وتحيه خاصه للضيوف الاعزاء سي محمد عيسى المدب، سي ناجي الخشناوي، سي محمد الهادي الطاهري، والشاعره مريم الخضراوي. نبدا معك دكتوره نورد الخزري، هذه الرواية الفائزة بجائزة كومار، جائزة الاكتشاف، كيف قرأتيها، كيف ترينها؟ طيب في الحقيقة بودي أن أشير في البداية، إذا أشير إلى سعادتي بهذا اللقاء اليوم لسببين. نعم. أولا لأننا نحتفي بنص سردي مختلف ومتميز، وسنفصل القول في مظاهر الاختلاف والتميز. نعم. وثانيا لأننا نحتفي بروائي من طينة خاصة، هو ليس روائي فحسب، الأستاذ الأزهر الزناد هو أستاذ اللسانيات بالجامعة التونسية. نعم. وهو مؤسس لجيل كامل من الباحثين في هذا المجال، أغلبهم اليوم أساتذة اللغة في أقسام العربية، وهو أستاذ زائر أيضا في جامعات أجنبية مرموقة، ومشهود له بعلو الكعب في مجال تخصصه. نعم. داخل تونس وخارجها، هو إضافة إلى هذا المترجم وله إصدارات كثيرة بلغات مختلفة، إذن هو قارئ وكاتب بالعربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية وغيرها. هو مفرد في صيغة جمع أستاذة. نعم. نعم. إذن هو مطلع على حضارات أخرى وكتابات أخرى بلغاتها. لماذا أذكر كل هذا؟ لأننا سنجد له صدى في الإسفنجة، لا يمكن أن أقرأ هذه الرواية إلا انطلاقا من هذه الخلفية الشخصية العلمية لسي الأزهر الزناد، ستظهر في هذه الرواية أحيانا في بنيتها السطحية
وأحيانا أخرى في بنيتها العميقة إنجاز بناء نستعيره في لذة هذه الثنائية. طبعا في هذا الإطار الإسفنجة إذن هي نص مظهر في تقديري لنصوص كثيرة مذمرة فيه إذن في هذه الرواية فيها الظاهر والباطن، فيها المرئي وغير المرئي، فيها الحقيقة والخيال. إذن فيها ثنائيات كثيرة. هي باختصار إسفنجة بمفهومها الحقيقي المجازي معا حين تمتص الأمكنة والأزمنة والرموز والأساطير والقيم وغيرها لتقدم للقارئ أسئلة حارقة وملحة اليوم. ناخذ رأي الأستاذ محمد عيسى المدب، أنت المبدع والكاتب، كيف قرأت هذا العمل الروائي المتميز المختلف للأستاذ الدكتور لزهة زنات؟ أولا شكرا للأستاذة صديقة نورد الخزري على هذا التحليل العميق، لأن تحدثت عن الأزهر الزنات يعني خارج النص وثم داخل النص، وفي الحقيقة هناك تفاعل بين شخصية الدكتور الأزهر الزنات في اختصاصاته إذن العلمية، وطبعا في تدريسه لأجيال وفي الترجمة وفي اللغة وفي الدكسينيات وما شابه ذلك، وداخل هذا النص الإبداعي الروائي المختلف كما قالت أستاذة نورد في طبعا تعايش أو تفاعل أو مع الأمكنة مع الأزمنة في بناء الشخصيات، في الانزياح من المكان المحلي التونسي العربي المشرقي إلى المكان الأوروبي المكان الآخر، مكان الغالب من المغلوب إلى الغالب، ثم تنعكس الآية فيما بعد تصبح إذن هذا المغلوب عندما يتحول إلى أوروبا يصبح هو المتمكن من عملية المعرفة، عملية طبعا ليس سرد فقط مع شخصيات أوروبية، وإنما يعني يعطينا تحليله لهذا لهذه المتحولات في علاقة الغرب بالعالم الثالث، وتصبح المعرفة يصبح العلم، يصبح الإنسان إنسانية الإنسان هي التي تنتصر وهي التي تحقق معجزة إذن الاكتشاف يعني رؤية الإسفنجة. نعم. هذه الإسفنجة التي تخرج عن المألوف عن المرئي إلى شيء آخر اسمه المجهول، اسمه اللامرئي، اسمه طبعا جعل هذه ما يسمى بالعالم الثالث هو له أمكانية أخرى لكي يقود هذا الأوروبي الغالب في المتصور العادي أو المألوف. إذن الإسفنجة هي كما قالت الأستاذة وكما عبر حتى الدكتور زناد في الكثير من اللقاءات، الإسفنجة هي تمتص هذا الرصيد الحضاري أو الرصيد التاريخي لتكون لها مقولات أخرى جديدة ربما تربك حتى هذا الأوروبي المختلف عنا. أستاذ الأزهر زنات، نعم، أو هل هو عمر التونسي هو بطل الرواية؟ تعليق عما قيل في هذا العمل مع الدكتورة نورد الخزري والأستاذ محمد عيسى المدب. شكرا. في البداية أود أن أعبر لك عن شكري لتوفير هذه الفرصة، وأشكر كذلك جميع الأصدقاء والصديقات والصديقتين أساسا نورد الخزري، وقد جمعتني بها هذه الصدفة في هذه السنة الجديدة، وقد جمعنا العلم ومدارج المعرفة منذ عقدين تقريبا أو أقل بقليل، ولكن عالم المعرفة صغير جدا واللقاءات متوفرة، وهذا متاح بفضل
معناها على الأقل الأنشطة الثقافية التي يظهر عليها ناس من أمثالك صديق فيصل القاسمي، وهو في الحقيقة رغم تأخر التوقيت من اليوم وعزوف الناس عن متابعة مثل هذه البرامج، فلا نملك إلا أن نشجع أهلها والساهرين عليها، وتحية خاصة إلى الفريق الكامل الفني المرافق لك في إذاعة صفاقس العريقة. شكرا لك، ونحن نسعى إلى كسب أكثر ما يمكن من المستمعين، وهناك من يستمع لنا كما ذكرت على الإنترنت عبر جهاز الراديو، وهناك من يستمع على الثقافة. نتفائل دائما بخير الخير، نحن الأفضل. نعم، لابد أن نتفائل، وواجبنا أن نتفائل خاصة ونحن في مطلع سنة جديدة، وبهذه المناسبة أرجو أن تكون سنة طيبة وملؤها العافية والنجاح لجميع المستمعين والمستمعات. أود أن أشكر دون شك صديقي محمد هادي الطاهري ونجل الخشناوي ومحمد عيسى المؤدب. سيلتحقون بعد الساعة 10 إن شاء الله معنا. نعم، قد معناها كتبوا بعض المقالات في الإسفنجة. ما أول انطباع يحصل هي أنني كنت أتصور أن نور القذري لغوية، ولكن اكتشفت فيها قارئة بالمعنى الرفيع للكلمة، فقد أعملت في دون شك في هذا التعليق الموجز أو التمهيد الموجز في الرواية أدوات لسانية معرفية، وأعجبني في كلامها، وأنا أوافق على هذه الفكرة أن في الرواية نصا مظهرا يتضمن نصوصا كثيرة مضمرة، وهذا القول في أساسه معناه ثابت صحيح، بحكم أن على الأقل أن التجربة تثبت وجود ثلاث مقالات كتبت في هذه الرواية، وكل مقال منها يتناول مظهرا من مظاهر الرواية، وفي بعض الأحيان عندما أقرأه أقول حقيقة إن هذا صاحب المقال، مثلا الأول وهي صديقة مفيدة خليل في رواية الإسفنجة بعنوان الحرية كذبة والوطن الذين نصنعه، صدر في جريدة المغرب في يوم 27 جويلية، وصديق الأستاذ ناجي الخشناوي رواية الإسفنجة وفوبيا الهواء الطلق صدر في جريدة الشعب، ومحمد الهادي الطاهري صورة الإسفنجة ورمزيتها في رواية الإسفنجة، وهي مقالات معناها عميقة ثرية. معناها للحديث بقية يمكن أن نواصل في ذلك بعد حين، وهذا ما يمكن. نعم، أسأل الأستاذ محمد عيسى المدب الامتداد الزمني لهذا العمل رواية 23 سنة من 1985 ل 2008، كيف رأيته في هذا النص الروائي الإبداعي؟ يعني بالنسبة للقرائن الزمنية كما أشرت فعلا أن هناك امتداد زمني يعني كبير، وهذا يحسب للكاتب يعني ومهم جدا. نعم، من تاريخ تونس يحسب للكاتب يعني في هذا البناء الزمني أو التدقيق، يعني هناك قرائن يعني دقيقة وهناك إشارات أخرى يعني تجعلنا نفهم يعني هذه التحولات الزمنية، طبعا تحولات من مرتبطة ب كما نقوله العالم الثالث مدينة تونس وشوارعها الأمامية والخلفية، لأن هذه الأزمنة مرتبطة بملامح أخرى حضارية وثقافية واجتماعية وحتى سياسية. تلك الفترة نعرف أن تونس يعني كانت ترى حتى في يعني فضاء سياسي مشحون يعني بالتوتر وما شابه ذلك، يعني أعتقد أنه في آخر مرحلة من مراحل حكم بورقيبة. نعم، وتلك المرحلة كانت مشحونة وكانت تنبأ يعني بتحولات أخرى. الحقيقة الرواية ما عجبني، وهذا أشرت إليه، يعني
للرواية لازهر زناد وحتى فيما كتبته، يعني في كون هناك الدقة في التقاط يعني هذه التفاصيل الحضرية والثقافية والاجتماعية في تلك المرحلة، في خاصة يعني في دراسة أو في تشكيل الشخصية المحورية التي كما قلت منذ حين ستنتقل بعد ذلك إلى عالم آخر، عالم أوروبي مختلف تماما ثقافيا وسياسيا، ولكن هذا التحول لن يمنع إذا تأثر الشخصية بالرصيد أو الموروث النفسي والثقافي والاجتماعي. ستحضر الطفولة، ستحضر مرحلة الشباب، هناك العديد من الذكريات سواء كان في الريف سواء كان في مدينة تونس العتيقة، يعني ستؤثر فيما بعد في تشكيل إذن نظرية الأسفنجة فيما بعد، والحرص على إذن ما سميته في نظرة الانتصار، انتصار الضعيف على الغالب أو المغلوب إذن على الغالب، وهذا مهم جدا في هذا التشكيل الحكائي. أنهي بهذه الحوصلة، القراءة الزمنية في الحقيقة تؤكد يعني قدرة الكاتب على توظيف هذه الفضاءات لأنه العمل الروائي الحديث اليوم يجعل الزمان ويجعل المكان ويجمع بقية التقنيات الأخرى، هي ما تسمى فضاءات، وفضاءات الزمان يعني في السنجة موظف بشكل جيد ومتمايش متعايش مع الحبكة السردية العامة لهذه الرواية. نعم أستاذ نورد، بطل هذا العمل عمر التونسي هو تقريب شبيه لبطل موسم هجر الشمال مصطفى سعيد لطيب صالح، الفرق أنه عمر هو تونسي والآخر هو سوداني خلال فترة الستينات تقريبا، هناك نحو ذهاب إلى الاختلاف بين الشرق والغرب، بين العالم العربي والعالم الأوروبي، وصديقنا جاب العالم كله تقريبا، وصل جنوب أفريقيا إلى كندا. هذا التنوع في هذه الشخصية وهذه الثراء كيف ترينها؟ أولا المقارنة ممتازة التي أخذت إليها، ثم السؤال عن البطل في حد ذاته مهم، لأن عمر التونسي وهو أستاذ التاريخ كما قدمه صاحب الرواية يتعلق بعد ذلك بلورا وهي امرأة فرنسية تأخذ بمجامع قلبه، يلتحق بالسوربون، يتحصل على شهادة دكتوراه حول نظرية خلدونية مقلوبة إنجاز العبارة، الغالب يقتدي بالمغلوب إلى آخره. هذه الشخصية في نهاية المطاف أراها وجه من وجوه لازهر الزناد، خاصة في تبنيها لقضايا كثيرة، على سبيل المثال قضية فلسطينية وغيرها. أولا البطل من حيث التسمية يحمل رموز عميقة، عمر في اسمه والتونسي في لقبه. ثم إذن في اختصاص التاريخ وفي هذا الاختصاص أيضا رمزية، إذن كل ما يتصل بالبطل فيه رموز عميقة، جعله إذن الروائي رمز للمتفوق للمحب للعلم، إذن لمن بنى النجاح خطوة بخطوة. إذن في هذه الرواية ثمة انتصار للنجاح، رغم أن البطل في نهاية الرواية نراه قد يتخذ إذن من الشعوذة والدجل مهنة اضطرته الظروف إلى ذلك بعد أن فصل من وظيفته وحرم من التدريس في الجامعة إلى آخره، وكيف أنه اتخذ المحاضرات والمنابر في كل المجالات، يقدم إذن نظرية الأسفنجة ويتبنى إذن تقديم فكرة الغالب والمغلوب إلى آخره. ما يعنينا من كل هذا أن هذا البطل هو بطل إشكالي وهو شخصية محورية، ولكن تقدم لنا قضايا كثيرة، تقدم صور مختلفة عن السائد. سأتناول صورة إذن من هذه الصور.
صورة الريف، لأن هذه الشخصية المحورية هي في الأصل من عمق الريف التونسي، تنتقل من الريف إلى المدينة ثم تسافر إلى باريس. إذن ولكنها تبقى تعيش بين الريف والمدينة، بين الذاكرة والواقع، ينبه بجمال المدينة ولكنه في أعماقه أو في جوهره يبقى منشد إلى الريف في حنين لم يفارقه. الصورة المختلفة التي قدمها عمر التونسي على سبيل المثال فيما يتصل بالريف هي صورة جديدة نراها مختلفة. ما نجده في الروايات عادة أن الريف يمثل مسرح للأحداث، يرتبط بكل الأعمال التقليدية أو الفلاحية، حتى أن الانتقال من الريف إلى المدينة يصطلح عليه بالنزوح. صورة الريف مثلا في الأعمال الدرامية تبقى للأسف مصدر للسخرية، سواء كان في اللباس أو في اللهجة، إلى اليوم في بعض الأعمال الدرامية التي نشاهدها الكاتب لهم فضل في تقديم صورة جديدة. الريف هو منبع للعطاء، هو فضاء ذهني للأحلام والطموحات، هو نبع للعلم، للفكر، للقيم، فيه ينشأ إذن المفكر أو المفكرون وكبار العلماء. إذن هذه الشخصية يعني خذينا نموذج، تناولنا نموذج على سبيل المثال. إذن في صورة مختلفة قدمها هذا البطل. نأخذ تعليق أولي من الأستاذ لزهر زنات ثم نختم الكلمة مع الأستاذ محمد عيسى المدب. تعليقك أستاذ لزهر ما قيل لحد الآن في رواية الإسفنجة. أود أن أشكر مرة أخرى الصديق عيسى المؤدب، وقد بحسه الروائي أدرك الكثير من الأشياء. وللتذكير فإن الأستاذ عيسى المدب ساهم في كتابة الغلاف الخلفي للرواية. نعم طبيعي، وذاك من حسن حظ الرواية ومن حسن حظ عمر التونسي، وأن يكتشف أبعادها أو يسبر أغوارها وأغوار تلك الشخصية شخص من طينة محمد عيسى المدب أو عيسى المؤدب. في كلامي صديقي عيسى يمكن أن نلخصه في كلمة واحدة وقد أدركها وإن لم يصرح بها، هي أن الإسفنجة رحلة، بمعنى السفر، بمعنى الجولة العامة، هي رحلة في الحياة، ولذلك معناها تمتد على مدى تقريبا 4 عقود أو أكثر. إذا ما أخذنا التاريخ الشخصي الفردي للبطل وهو عمر التونسي، لأن الطفولة تعقبها بعد ذلك وصولا إلى أحداث 2008، هذه الرحلة معناها شملت جميع المظاهر في الحياة، بداية في الزمان، كذلك في المكان، في الكون، في التاريخ، وفي الفلسفة، وفي الثقافة بصورة عامة. ولذلك صدرت الرواية بتلك العبارات الملغية في بعض الأحيان التي مدارها كلمة شيء، وهذا الشيء يعني هو في الحقيقة كلمة لا تدل على شيء، ولكنها مكتنزة بنوع من الرموز، بنوع من المعاني التي تبلغ أو تجمع بين المتناقضات في بعض الأحيان، بين الماضي والحاضر، بين السعادة والألم، بين الرفعة والجاه والوضاعة وساعات الحيرة وما إلى ذلك. وهذا أمر في الواقع معناه ينبع من دافع ذاتي، لأن الرواية عندما كتبت إنما كتبت بشيء داخلي باطني اعتمل في نفسي وانفجرت إن صحت العبارة، وأنا سعيد بأن تجد هذا الصدى وأن يدركها الناس وفي البداية من ذلك. أستاذ نعم نعم تفضل. إشارة بسيطة إلى ما ورد في ملاحظتك وملاحظة الصديقة الأستاذة نور الخزري، في الواقع إن المقارنة بين الإسفنجة وموسم الهجرة إلى الشمال نقطة اللقاء الوحيدة بين الروايتين، معناها هي أن البطل هما أبناء الجنوب وقد ذهب إلى الشمال، و
ولكن رواية الإسفنجة منحها آخر واتجاهها آخر، حيث لا تطرح فيها التناقض أو الصراع بين الشرق والغرب، فهي في نظري قضية قد تجاوزها الزمن، ولا توجد هجرة. هذا الرجل هاجر ولكنه لم يعد إلى تونس لأنه سافر وأخذ أبعادا أخرى. هذا أولا. ثانيا، فكرة الإسفنجة تقوم على قلب نظرية ابن خلدون، وقد أشارت إلى ذلك نورد ممحين. يقول عوض أن يثبت أن الغالب مولع المغلوب مولع بالإقتداء بالغالب، يقول الغالب يذوب في المغلوب بحكم قنوات أو قوانين في الثقافة وفي تعاملها وما إلى ذلك. فالغرب اليوم، ولا يمكن أن يدعي أو تدعي أي أمة بأنها الوحيدة في إقامة الحضارة مهما كان موقعها في سلم الحضارة، إنما الثقافة والحضارة معناه هرم كبير يساهم فيه كل شعب وكل جيل وكل جهة من الجهات مهما نأت من مركز أو الأطراف، فإنها تساهم بذلك. وفي هذه الفكرة أيضا مناهضة لفكرة سمير أمين أن العالم فيه قطبان، المركز والأطراف، وكذلك يعني مناهضة لفكرة أن العالم أو أن الحضارة تتسارع. نعم أستاذ الأزهر، دقائق تفصيلنا على موعد نشر اتصال الساعة 10. نحب ناخذ كلمة الختام قبل أن يغادرنا الأستاذ محمد عيسى المدب، وإن شاء الله في الأسابيع القادمة نتحدث عن الحذاء الإسباني لمحمد عيسى المدب. كلمة الختام لك يا أستاذ محمد عيسى. شكرا صديقي فيصل. في الحقيقة طرحت أسئلة مهمة في كلمة الغلاف، من نحن في متحولات هذا العالم؟ هل إن الغرب الذي يسوق للحرية والديمقراطية في بلدان العالم الثالث يمارسه حقا داخل أنظمته بمفاهيمها الإنسانية، أم هو يتعاطى معها بشكل انتقائي وانتهازي؟ الحقيقة أرى أن هذه الأسئلة هي جوهر العمل الروائي الجميل البديع للازهر الزناد في الإسفنجة، وهذا طبعا يحسب لدار مسكلياني صديقنا شوقي الأنيسي، يعني تحية ليه مفتأة، يقدم أعمالا مهمة مختلفة عن الموجود والمكرس. وطبعا هنيئا لمسكلياني، هنيئا للازهر الزناد، طبعا جايس كومار جايس الاكتشاف. وطبعا في الحقيقة في الأخير نحب أقول لك ملاحظة في فيصل مهمة جدا. تفضل الأستاذ. نتبع فيك، يعني حبيت نحيي فيك يعني الاختيارات الموسيقية والفنية الجميلة اللي تنم على جمال روحك. في الحقيقة اهتم يعني هذه الفرصة باش نحيي كل أصدقائي الشعراء والأساتذة والمبدعين في صفاقس، تحية لهم، وستكون لي زيارة قريبة لصفاقس. شكرا على هذه الاستضافة. شكرا يا أستاذ نورد، وتحية أخويا وصديقي وأستاذي الأزهر الزناد. شكرا فيصل. شكرا أستاذ محمد عيسى المدب، وتاريخ ليلية متواصلة منتصف الليل مع الكاتب الدكتور الأستاذ الأزهر الزناد محمد الهادي الطاهري، سيلتحق بنا ناجي الخشناوي، نورد الخزري، والشاعر المبدع راضية مريم الخضراوي. نستمع مقطع من تحت الياسمينة في الليل بصوت عدنان الشواشي، ونعود معه بعد نشرة السارة.
اسمنا في الليل نسمة والورد الحبيبي تحت اسمنا في الليل نسمة والورد الحبيبي لصان علي الدين تمسحني في دمعة عيني لصان علي الدين تمسحني في دمعة عيني ياسمين اتكيت عدلت العود وغنيت تحت الياسمين اتكيت عدلت العود وغنيت واتقاطت دمعي وبكيت فكرتك كيف كنت تجيني واتقاطت دمعي وبكيت فكرتك كيف كنت تجيني وبعد ما بعتيني ساحة الجواب وعتاب وتراب من قلبي أجدادي وغمرة من الوادي غمرة من الوادي يمكن يفتكر اللي I'm
وتريات ليلية وإلى رواية الدكتور الأستاذ الأزهر زناد الإسفنجة المشوار المتواصل. نرحب بضيوفنا مرة أخرى الأستاذ الكاتب المبدع الأزهر زناد. مساء الخير. مساء الخير ومرحبا بك مجددا الدكتورة نورة الخزري. مساء الخير. كذلك ورحب بالأستاذ ناجي الخشناوي صاحب الصلصال الأمريكي. مساء الخير أستاذ ناجي. مساء الخير لك ولكل المستمعات والمستمعي إذاعة فاقس. كذلك لدكتورنا لازهر زناد وصديقتنا نور. كذلك ورحب بي الشاعرة المبدعة مريم الخضراوي. مساء الخير. مساء الخير أستاذ فيصل. مساء الخير كل الحاضرين وكل المستمعين. فرصة سعيدة أن ألتقي بكم هذا المساء. نعم. ناجي الخشناوي كتب عن الإسفنجة. تعليقك عن هذا العمل الإبداعي الأستاذ الأزهر الزناد وهي الجائية وهو الفائز بجائزة كومار جائزة الاكتشاف. بفعل فيصل سبق أن كتبت تقديم أو محاولة لتقديم هذه الرواية. كانت كتابة جيدة جدا معناتك لكل من قرأ وهذا. نعم تفضل أستاذ. نعم العفو. هو الحقيقة هو النص هو الذي يفرض يعني طبيعة التفاعل. نعم. الإعلامي أو الصحفي أو النقدي إن شئت. طبيعة النص يعني وقيمته ويعني ما يطرحه من أفكار فرضت مثل هذه الكتابة. نعم هي التي تفرض طبيعة الكتابة طبعا. أنا يعني بين الدفرين من متابعية يعني آخر الإصدارات السردية أو الشعرية ولكن بالأساس السردية والروائية منها تحديدا. الحقيقة رواية دكتور لازهر الزناد وليسمح لي أن أقول رواية الروائي لازهر الزناد. نعم. يعني كانت مفاجئة لي نوعا ما لأنه خلينا نكون واضحين منذ البداية بأنه في تونس للأسف أقول أنه التصقت يعني هناك
يعني كيف أقول كيف أسميها حتى لا يعني باش ما يترشش من الدكتور لازار زنيد، هناك وصمة للأكاديميين الذين يتجرؤون على كتابة الإبداعية. هذا أقوله للأسف لأنه في تونس فقط ربما. نعم. الحقيقة لكن هناك استثناءات على غرار أميرة غنيم والأستاذ سأتي لكل ذلك، لأنه أنا قلت منذ البداية أنه للأسف هي وصمة، ولكنها يعني أنا ضد هذه التصنيفات لأنه الإبداع أو يعني ليس مقتصر ليس له حدود غير الأكاديميين، ولكن في السنوات الأخيرة في الحقيقة هناك عدد كبير جدا من الجامعيين ومن الأكاديميين الذين أبهرون بأعمالهم الأدبية، مثل ما كنت تذكر الآن مثلا دكتورة زنات، دكتورة أميرة غنيم، دكتورة أمنار ميلي، طبعا شكري المدخوت، المنصف الوهابي القادم من الشعر نحو الرواية. الحقيقة كتابة دكتورة زنات وهو المغرق يعني في العمل الأكاديمي اللساني اللغوي بما يعني بما يعني بالكلمة ذلك. نعم ولا. ففي هذه الرواية في الإسفنجة الحقيقة كتابة مختلفة، لو نزعنا يعني اسم لزهر الزنات وجدنا أننا أمام روائي محترف، روائي له رصيد كبير من الروايات السابقة، وكأنه لم يكتب لأول مرة، وكأنه متمرس بالكتابة الروائية، بالخيال الروائي، بالسرد، باللغة، يعني بكل مقومات الرواية. فالحقيقة وهذا أيضا يجرني للإشارة والتنويه بدار مثليالي أيضا وبالناشر وصديقنا الشاعر شوقي المعيزي، شوقي العنيزي عفوا، لحسن اختياره وليعني رهاناته على الأسماء. ربما بين دفرين ودكتور لازار زناد يستمع إلي، يعني بين دفرين أقول الدخيلة على هذا العالم، عالم السردية، العالم الروائي، ولا تطلق علي النار بعد قيله دكتور لازار. فالحقيقة رواية مثل ما قلت تبدو أو هي كذلك لروائي متمرس بالعمل الروائي في يعني في مستوياتها الكل، يعني في مستواها اللغوي، في مستوى الخيال، في مستوى يعني كل البنية الروائية، الشخصيات، لعبة الزمن التي توفرت عليها الرواية، وطبعا الأهم بالنسبة لي من كل هذا هو لعبة أو عفوا هو المضمون أو الفكرة، فكرة والتي سميت وأنا يعني في عنوان لمقالي أو استلهمتها من كلمات دكتور لازار زنيد، فوبيا الهواء الطلق، وهو يعني تكثيف كبير لمعنى الحرية لدى الإنسان، مهما كان الإنسان يعني هنا أو هناك، الإنسان يعني في مختلف تمظهراته سواء في الشرق أو في الغرب بين الضفتين. فالفكرة التي تمحورت حولها الرواية يعني مهمة جدا، والقوالب التي صنع بها بطولة زناد هذه الرواية يعني متقنة ومحكمة من أكاديمي يعني متمرس بالأساليب يعني الكتابة. نعم. أسأل الأستاذ لازار زنيد، ماذا شدك فيك في المقال الذي كتبه الأستاذ ناجي خشناوي عن الإسفنجة؟ شكرا لك وشكرا للصديق الأستاذ ناجي الخشناوي. في الحقيقة معناه عرفت قلمه قبل أن أسمع صوته، وتأكد بسماعه ما وجدت في ما جاد به قلمه في ذلك المقال الجيد، وسأعود إليه بعد حين. أود أن أشكر صديق ناجي على هذه الصراحة التي بدأ بها ملاحظاته فيما يتعلق بمعناه موقف غير الجامعيين من الجامعيين الذين يكتبون الرواية. هو في الواقع وريث هذا الموقف، ما عبر عنه بالوصمة، ولكنها عبارة من جملة مثل جميع العبارات، يمكن أن يعني فيها نوع من الموقف التهجيني لمن يكتب الرواية ويترك أعماله الأكاديمية.
هذا في الواقع ليس، لا أراه موقفا نابعا من الجامعيين، ولكنه نابع من غير الجامعيين الذين يعتبرون الكتابة عندما تكون من شخص جامعي تدخلا أو تطفلا وما إلى ذلك، وكأنهم يقولون له إلزم مكانك هناك وابقى بين جدران الجامعة. ولمعناه لحسن الحظ أن هذا الموقف قد زال بحكم مرور معناه أزمنة طويلة وبحكم. لكن للتذكير أستاذ الأزهر، هناك من جامعيين من حاول الكتابة في الرواية ولم ينجح في ذلك. وشأنه مثل جميع الناس، نعم. يعني الفشل والنجاح موجودين في جميع المستويات، نعم. وهو أمر نسبي أيضا. نعم كلامك ثابت صحيح، لأن ليس يعني شروط الكتابة تتوفر أو لا تتوفر، يعني طينة الكتابة أو المهجة أو الملكة تتوفر عند الجامعي وعند غير الجامعي، ولكن القضية تتمثل في تبدل الأفكار والمواقف، ومن يؤمن بأن الفكرة يشتغل في جدران، في الواقع هذه الفكرة قد تجاوزها الزمن وأثبتت معناها وأثبت عقمها، لأن الفكرة شيء واحد ويمكن أن يشتغل ويعمل في أطر متنوعة مختلفة. أنا عندما أكتب في اللسانيات وأدرس اللغة وأدرس كيف يتكلم الإنسان وكيف يكتسب اللغة وكيف يفكر بها وكيف يدرك الكون بها إلى آخره، فهذه ماذا يبقى لي أنا معناها الشيء من الأشياء التي وجدت السبيل إليها وهو الكتابة الروائية. نعم. ويعني هو مشاركة في معناها أفيد جامعيا أكاديميا في مجالي، وأفيد كذلك من موقع آخر هو الكتابة التي دون شك يقبل عليها أصناف آخرون من يختلفون عمن يقبلون على الكتاب الأكاديمي وما إلى ذلك. نعم. فيما يتعلق الآن بالمقال، في الواقع أنا معناه وجدت متعة ونشوة يعني كبيرتين في قراءة المقال، لأنني وجدت ناجي يكتب نصا على نص ويبدع على إبداع، ومن يقرأ ذلك النص حقيقة يدرك أنه يعني يطرز طرزان، لأنه كما قال منذ حين معناه استوحى الكثير من الأشياء من الرواية وربط بين أشياء متباعدة في بعض الأحيان، بعضها معنى خفي في مستوى ثالث أو رابع في الرواية فعلا. والنص موجود أستاذ لزاز الناد على صفحتك الخاصة في الموقع الاجتماعي الفيسبوك. نعم. من يريد الاطلاع فليطلع وسيرى هذا النص، سيكتشف هذا النص. نعم نعم، وهو منشور كذلك في جريدة الشعب. الشعب نعم، نسيت التاريخ واليوم إن شاء صديقي ناجي أن يذكرنا به، ولكنه موجود على صفحة، هو موجود أحسن عنوان على صفحتك الخاصة الأستاذ الأزهر زنات. نعم تفضل. فيه خاصة إدراك أساسي في المقال ينبه إلى فلسفة الإسفنجة أو ما سماه بنظرية الإسفنجة التي أوجزها في الأسطر الأولى التي معناها استلهمها من الرواية، وهذا ليس بغريب من كاتب متمرس كما ذكرت منذ حين، فهو يكتب منذ زمن بعيد ويكتب القصة القصيرة ويكتب المقال، وأشكره على العناية مجددا وأتمنى له مواصلة الإنتاج والإبداع. قبل أن أسأل مريم الخضراوي الشاعرة، أسأل أستاذ نورد الخزري، هناك شاعرية في هذا النص الإسفنجة من خلال ما كتبه الأستاذ لازر زنات، خاصة في الفصول الأولى في الصفحات الأولى تجد أنه الكاتب هذا ليس فقط راوي أو كاتب بالروايات، هناك شاعرية في هذا النص، هناك كتابة شعرية وراء هذا الأسطر، هل تشاطريني في ذلك؟ نعم نعم، في هذا وشاعرية مفهوم عام تتجلى ربما في بداية الرواية ولكنها مبثوثة في كامل الرواية، خاصة في حديثه متصل بالذاكرة، وكل من شد إلى الماضي وكل من شد إلى أو شده الحنين إلى صور في ذاكرته، يبدو أو يسهب في الوصف الذي ينطوي على شاعرية مخصوصة. أيضا
بالإضافة إلى خاصة وصف الاحتفال ليلة ميلاد 1985 نعم. مع صديقتي لورا. نعم تفضل لورا. ثم إذا المرأة الثانية التي تعلق بها أيضا وتلك نعم. التفاصيل التي تكشف قصة الحب الأولى والثانية فيها الكثير من الشاعرية والوصف الذي يخرج بالرواية إذا من هذا البعد التاريخي لينفتح أو يجعل لها رئة إذا في مجال أوسع من التأريخ والتصوير السردي. نعم أستاذة مريم خضراوي جديدك الشعري. والله أنا بصدد التحضير لإصداري الثاني. نعم كان إصداري الأول أحاول أن أكتب عن السنابل مجموعة شعرية أصدر في دار الإسلام بالقاهرة في مصر وقدمت بيت الشعر بالأقصر. أنا أيضا سأواصل أيضا مع أصدقائي في الأقصر في جنوب مصر وأيضا سأطبع في نفس دار النشر دار الإسلام بإذن الله قريبا. أنا أحضر مع أصدقائي أدباء ونقاد من الأقصر أحضر يعني نصوصي هي بصدد التنقيح يعني واختيارها وتحضيرها. لماذا النشر خارج الوطن تونس؟ والله أنا سئلت عديد المرات هذا السؤال نفس هذا السؤال عديد المرات. نعم مش عارفة كيف أجيب أستاذ فيصل لكن فعلا الإحاطة والعناية واحتواء المبدعين في تونس يعني حقيقة هذا بوم. نحن نحتفي يعني طرح نعم. كبير جدا و يعني أنا أفضل أن لا أتحدث في هذا الموضوع. هذا المساء نحتفي برواية الإسفنجة للدكتور لازر زناد. نريد أن نستمع من الشاعر ومن بصوت الشاعر مريم الخضراوي ماذا ستختارين لنا هذا المساء؟ أولى القصائد. نعم سأختار نصين قصيرين من ديواني القادم بإذن الله. نعم. تعلم كيف تنتظر هذا المساء ينزل بطريقة كثيفة الانتظار منهمر ماء ليله رغم لا شيء يتبلل ولا شيء جاف. أنا لا أجفف الساعة عقاربها مبللة بك. أنت لا تشعر بالليل غارق في كثافته. لست أنتظرك ولا أنت منتظري. المساء في حالة انتظارنا منزعج لا يعجبه ألا ننتظره ونشعره. يريد الليل أن نحياه قليلا لا لشيء إلا لنحترم موعده. تعلم كيف تودعه تعلم كيف تلقاني وتنتظروا. نعم آخر أيضا أستاذ فيصل سأخون وطني وهذا النص لاقى بعض يعني تعرف العنوان هو لمجموعة محمد المغروط. نعم تفضل تفضل. سقط القطار عن وجه الخريطة والياسمينيات مزهوات بحلم تونسي ندى. كنا يرشقنا الطريق بالزيتون وزهر الحرية. سقط قطار وقطار ثم القطار ثم حلمي وحلمك يا وطني. عاما بعد عام بعد 10 أعوام من صفقاتكم غائبان ومن جلساتكم. أنا وأنت يا وطني أنا وأنت يا وطني الصديقان في الأرض والعرض وتاريخ الحزن والشعر. صديقان يا وطني في الحلم الذي عنه سقطوا. سقط سقوطا من أعلى الوطن فهو سقوط إلى أسفل أحلامنا.
رسب المنتخب سقط الممتحن. أنا في حل من سقطاتكم، وجدي وأبي وامرأة الحقل وكل العشب الذي نما في عيوني وأطفالي. لكم وطنكم ولي هذا الوطن المدرج بأحلامي. جميل جدا أستاذة مريم خضراوي. نستمع إلى الأستاذ الأزهر زناد، هذه النسمات الشعرية نجدها في الإسفنجة، تعليقك وعلاقتك بالشعر أستاذ الأزهر. ومن من غير ذي علاقة بالشعر سواء بالسماع أو بالكتابة أو بالعيش، ونحن يعني نرضع الشعر في أحاديث الجدة وهي تروي لنا القصص والخرافات القديمة. نعم. وفي الأعراس وكذلك في عندما درسنا الشعر القديم العربي والشعر الفرنسي والشعر الإنجليزي وما إلى ذلك. وأذكر أنني كنت معناها أكتب شعرا بالفرنسية لأنني أريد أن أحاكي فيكتور هوغو وغيره، وأكتب الشعر بالإنجليزية وما إلى ذلك، وكلها محاولات يعني في سني الصغر والشباب. وهو صوت لم يخفو، وإن خفت أو خفى فإنما هو كامن في ركن من الأركان اللي يتجلى بشكل من الأشكال بعد ذلك. والشعر في الحقيقة باعتباره معناها نشاطا وباعتباره فكرة وباعتباره نصا كذلك لم يفارق مهجتي الأكاديمية. ففي الكتب الكثيرة التي تناولت فيها بعض القضايا اللغوية والذهنية خاصة العرفانية حللت الكثير من القصائد، بعضها قديم وبعضها حديث، للسياب ومن لف لفه وللمرحوم الطاهر الهمامي وكثير من الشعراء الآخرين كذلك، في كتاب النص والخطاب الذي صدر سنة 11 أو 2000، ويبدو لأن طبعة نفدت الآن وقد يعاد طبعها من جديد. وصوت الشعر قد تسرب كما ذكرت منذ حين وذكرت نورد وأشار إلى ذلك صراحة صديق ناجي. نعم. في الإسفنجة، وفيها كما ذكرت في البداية التمهيد أو تصدير الرواية، وفي مقاطع سردية كذلك فيها هذه النزعة إلى الشعر، لأن الشعر إيحاء والشعر أن يحلق بالقارئ بذهنه دون أن يفارق المكان ويمكنه أن يخرج من الزمان. وفي صفحة 106 من الرواية مثلا هناك تجريب لصورة معناها قصيدة أو مقطوعة شعرية في شكل زيتونة جريا على عادة بعض الشعراء التجريبين الذين يكتبون شعرا والشعر مرسوم بالكلمات ويعطيك أو يحيي إليك بشكل مرسوم. هذا لا شك معناه أؤكد أن الرواية في بعدها العميق هي تتضمن شعرا وإن لم يكن خاضعا لقواعد النظم العربية وما إلى ذلك. نعم. قبل أن نغادرنا الكاتب والقاص والناقد الأستاذ ناجي الخشناوي، كلمة ختام ناجي. شكرا صديقي فيصل. الحقيقة أنا وددت أن أعود إلى سؤالك للشاعر صديقة مريم، لماذا مريم الخضراوي؟ نعم. نعم. لماذا تنشرين خارج الوطن؟ الحقيقة والله أنا يعني أجد أن أنه سؤال لا مبرر له، لأنه للأسف نحن في تونس يعني الكتاب التونسي يعني لا هو يعني سؤال لابد أن يطرحه أستاذ ناجي حتى نعرف الحقيقة كما هي، حتى لماذا تكون لماذا لا نطرحه بشكل آخر؟ لماذا لا تنشرين خارج الوطن؟ لأنه النشر يا أستاذ فيصل بالأخير هو نشر سواء في الوطن أو خارج الوطن، هو نشر الكتاب، هو نشر للفكرة، هو نشر لأن هناك إشكال. أنا أعرف الإجابة، أعرف الإجابة قبل أن أسأل، لكن هناك إشكال فقط أردنا أن نسمعه من صاحب الشأن. تفضل أستاذ. تفضل. نعم تعرف أنا فقط في تفاعل معك، لأنه كما قلت لك للأسف إحنا ما عندناش يعني بين الفرين ماكينة دعاية قوية للكاتب التونسي، لأنه إذا أقول لك أنا يعني بكل ثقة في النفس أقول بأن الكاتب التونسي لا يضاهي صدقا
وهذا ليس يعني تطوسا أو تفاخرا زائفا، لأنه نعم. في الحقيقة كتابنا جيدون جدا، لكن تعرف ذلك جيدا. نعم. النشر والتوزيع والدعاية وما إلى غير ذلك من مكملات يعني الكتاب، مهما كان شعري أو نثري، نفتقدها في تونس. يعني في لبنان أو في القاهرة أو في الرباط أو حتى الجزائر، يعني الكتاب ينتشر بشكل كبير ويتم الترويج له بشكل جيد، ولذلك يعني تنتشر سمعة الكتاب بشكل كبير. للأسف نحن في تونس يعني قعدنا محليين منغلقين على أنفسنا، وهذه المعضلة يجب التفكير فيها بشكل عميق وبشكل كبير. نعم. مع العلم أنه اليوم بعض دور النشر ومنها أيضا دار مسكلياني التي تحاول أن تكسر هذه القاعدة، هذه القوقعة، التي للعلم أنها لم تكن، لأنه في سبعينيات وثمانيات القرن الماضي يعني الكتاب التونسي والكاتب التونسي كان له الحضور الكبير في المشهد عموما، حتى لا أقول المشهد العربي ولكن في المشهد عموما، خاصة أن أنا شخصيا لاحظت هذا في معرض ترجمة نعم، هذا شخصيا لاحظت حضور الكتاب التونسي في معرض دمشق الدولي للكتاب مثلا، هناك حضور مهم جدا. نحن اليوم نعيش في عالم مفتوح. نعم. وحتى أعود إلى نحكي لك في السنوات الخوالي التسعينات مثلا، وحتى نعم. وحتى أعود للإسفنجة، أتذكر فيما أتذكر أن رسالة زماد يكتب أنه على ما أظن لا حيادة في زمن العولمة. نعم. هذه الجملة، نحن اليوم في زمن العولمة، القرية الصغيرة. نعم. بالفعل في هذا العالم المفتوح يجب أن نتفاعل، ويجب أن يعني كيف أقول يعني الحركة المد والجزر يجب أن تكون من هنا ومن هناك، يجب أن يعني أن لا نظل منغلقين، وأن لا نظل في هذه الانكماشية يعني المتقوقعة حول ذاتها. بالأخير أنا أؤمن بأن الكاتب هو الإنسان بالألف واللام. نعم. المبدع بصفة عامة هو الإنسان، كان أوروبيا أو هنديا أو عربيا أو فارسيا، لا هذا يعني لا يضيف شيء، المهم أن الفكرة هي فكرة إنسانية. نعم. أعود للرواية مرة أخرى، أود فعلا أن أشكر دكتور رضا الزناد بأنها رواية ممتعة جدا من ناحية أساليب الحكي والسرد والكتابة وكل يعني مقومات الرواية، ولكنها أيضا رواية ثاقبة جدا، لأنها مثل ما قلت في البداية تتحدث عن وضعنا اليوم، هذا الوضع المتأزم، يعني هذا الوضع يعني القائم على نظرية الغالب والمغلوب، وهي أيضا الفلسفة الكبرى لرواية الإسفنجة، نظرية الغالب والمغلوب. اليوم نحن في صراع مفتوح، صراع الغالب يريد أن يعني يستأثر بهذا العالم، والمغلوب يحاول ويقاوم هذا الاستبداد. نعم. وهذا هو المهم، أنه مثل ما يعني الكتابة هي فعل مقاومة، فهي أيضا تحرض الإنسان على المقاومة، تحرض الإنسان على أن يبحث عن الإنسي فيه، وأن يثبت وجوده وذاته مهما كانت يعني وضعيته. نعم. شكرا الأستاذ ناجي خشناوي. سيلتحق بنا بعد قليل الدكتور محمد الهادي الطاهري. من الأغاني الجميلة للفنان المغربي معطي بالقاسم نهديها إلى صاحب رواية الإسفنجة الأستاذ لازر زناد، يا بنت المدينة، نستمع ونعود.
تنغني يا بنت المدينة وعليك تنغني انت بلدي زينة نديلها فني انت بلدي زينة زينة نديلها فني يا 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 بنت المدينة وعليك تنغني بنت بلاد زينة زينة نديلها فني بنت بلاد زينة زينة نديلها فني يا 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 بنت المدينة عينيك عينيك زينها بالهبة وقلب تخالي زين عينيك زي عينيك نشوفك ورفقي بحالي عينيك 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 زينها بالهبة وقلب تخالي زين عينيك زي عينيك نشوفك ورفقي بحالي عينيك 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 زينها بالهبة وقلب تخالي زين عينيك زي عينيك نشوفك ورفقي بحالي يا 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 بنت المدينة بنت المدينة وعليك تنغني يا بنت المدينة وعليك تنغني انت بلاد زينة نديلها فني انت بلاد زينة نديلها فني يا 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 بنت المدينة شعرك ذهبي تيسطع والنور في خدودك يلمع يا بنت المدينة شعرك ذهبي تيسطع والنور في خدودك يلمع يا بنت المدينة عليك صباح رابح وعليك تينوح نايح يا بنت المدينة عليك صباح رابح وعليك تينوح نايح يا بنت المدينة يا 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 بنت المدينة يا بنت المدينة وعليك تنغني يا بنت المدينة وعليك تنغني بنت بلاد زينة زينة نديلها فني بلادي زينة زينة نديلها فني يا 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 بنت المدينة معك تزيان العشرة وانتي قدامي قمرة يا بنت المدينة معك تزيان العشرة وانتي قدامي قمرة يا بنت المدينة صولي وزيدي في الغيوة نراني بهواكي فرحان يا بنت المدينة صولي وزيدي في الغيوة نراني بهواكي فرحان يا بنت المدينة يا 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 بنت المدينة يا بنت المدينة وعليك تنغني يا بنت المدينة وعليك تنغني انت بلاد زينة نديلها فني انت بلاد زينة زينة نديلها فني يا 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 بنت المدينة
كان هذا الفنان المغربي معطي بالقاسم صارتنا متواصلة في وتريات ليلية. معنا الأستاذ لزهر زناد، الدكتور نورد الخزري، الشاعر المبدع مريم الخضراوي، والتحق بعد أن ودعنا الأستاذ الناقد والقاص ناجي خشناوي، نستقبل الأستاذ محمد الهادي الطاهري. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا. مساء الخير. أهلا وسهلا معك على الهواء صديقك وزميلك الأستاذ لزهر زناد صاحب رواية الإسفنجة. تعليقك عن هذا العمل الإبداعي للزهر زناد. مرحبا مرة أخرى، وجدد شكري للأستاذ الأزهر الزناد ولإذاعة ساقس ووترية ليلية على وجه الخصوص. مبدئيا رواية الأسفنجة شدت انتباهي لثلاثة أسباب رئيسية. أولا باعتبارها رواية من تأليف كاتبا يشتغل باللغة وعلى اللغة. نعم. هذا أولا، يعني في الجانب المظهر اللغوي شدت انتباهي. ثانيا في المستوى الصورة أو مجموع الصور التي رسمتها هذه الرواية وقدمتها للقارئ. والنقطة الثالثة وهي لا تقل أهمية عن النقطتين السابقتين، وهي الفكرة التي انبنت عليها الرواية وأرادت أن تبلغها إلى قرائها. يعني في مستوى اللغة ثم في مستوى الصور والعالم الذي تنقلنا إليه، وثالثا الفكرة التي تنعقد عليها هذه الرواية. نعم أستاذ الأزهر. نعم. تعليق عما قاله الدكتور محمد الهادي الطاهري. شكرا. نعم، أود أن أرحب بصديقي وزميلي محمد الهادي الطاهري. بالفعل مقاله مقال متميز، لأنه بحث في صورة الإسفنجة وفي رمزيتها، وقد يعني استوفى تقريبا في هي دراسة في الحقيقة، هي مقال مطول، يعني تسميته بمقال قد يكون ظلما لها، وإنما هو هي دراسة مطولة تتجاوز حدود المقال بكثير. وقبل أن معناه أتحدث عن هذه الدراسة، أود أن أعرج قليلا عن الهدية التي هديتها. نعم. منذ حين يا بنت المدينة ذكرتني الأغنية بزينة بنت الهنشير سداري الرياحي الرياحي، وكما ذكرتني أيضا بيا بنية باب سويقة. نعم. هو في الواقع تمثلات متنوعة في بلدين مختلفين ومن أجيال متباعدة، والقضية مطروحة في الإسفنجة، ولكنها ليست على أساس ثنائية متصارعة أو لا لا لا، بالعكس هي هناك جمالية في هذا النغم. نعم. معناها القضية الريف والمدينة معناها موجودة كأثر كفكرة، ولأن العولمة قضت على هذه الثنائية ودحضتها، وحتى في العالم حتى عندما نعيش في الجغرافي يعني في المكان، فإن حدود المدينة والريف ليست معلومة بحكم الكثير من الأشياء. المقال الذي إذن نشر في موقع إلكتروني، الإحالة عليه موجود في صفحات الأستاذ زناد وفي البلوغ كذلك، كما قلت درس الرواية من جوانب كثيرة واستوفى الكثير من القضايا العميقة التي تثيرها روايته في مستوى الثقافة، في مستوى الذاكرة، في مستوى الجسد، في مستوى الزمان والمكان والكثير من الأشياء. وكذلك معناه فيها يعني غوص على كنه الرواية، وأشكره لهذا، ولعله يحدثنا مباشرة في ذلك
وأرحب به مرة أخرى. أسأل نورد الخزري طريقة ما قاله الأستاذ محمد الهادي الطاهري، خاصة أنه صاحب الرواية هو مختص في الألسنيات وهو مختص في اللغة. نعم نعم. بالنسبة إلى الاختصاص في اللغة وكنا قد تحدثنا عنه في بداية السهرة. نعم نعم، وفي مناسبات سابقة، وبودي أن أربط هذه الملاحظة بمسألة الأكاديمية الروائية التي أشار إليها سناجي الخشناوي منذ حين. نعم. وللأمانة أقول كلمة حق وأريد بها الحق، أن المسألة لا تتصل بالاختصاص، أن تكون عصاميا وتكتب الرواية وتكون الرواية جيدة، إذن يكون مشهود لك بهذا، طبيعة النص هي التي تحدد هذا. فعلا هي النص فيه جمالية وفيه خيال كبير جدا جدا بشكل مختلف، وأذكر مع ممكن تشاطرني الرأي في ذلك، خاصة اللقاء الذي جمعه بصديقه في جنوب أفريقيا ذلك أكيد. الطبيب، وهناك مستوى من الخيال مهم جدا وجميل جدا، كأنك تشاهد فيلم أمريكي أو عمل آخر. نعم كبير جدا. نعم تفضلي. صحيح، يعني الرواية نص سردي مختلف وطريف الطرف على مستوى الفكرة وعلى مستوى أسلوب الكتابة أيضا، البناء القصصي وتوظيف التاريخ، البنية السردية، التخييل كما أشرت منذ حين. نعم. كلها عناصر تجعل هذه الرواية، قلت من البداية أنها مختلفة وهي نص طريف جدير بالقراءة، هذه تقال، لكني أعتبرها أنها جديرة بأن تكون مدونة لبحوث أكاديمية اليوم. نعم. أعود لو سمحت إلى مسألة الأكاديمي الروائي. نعم تفضلي. أقول أن المسألة مثلما تحدثت منذ حين وقلت أن هذا المبدع قد يكون عصاميا وقد يكون أكاديميا، الجانب الأكاديمي ليس تغمى أن تكون أكاديميا، فيقال أن إذا أهل الجامعة يكتبون ما يشبه الإنتاج الكتابي في العادة، وهذا ما نستمع إليه أحيانا، هذا ليس صحيح. وما يؤكد هذا أن عدة روايات ومؤلفات قد حازت وفازت بجوائز. أذكر على سبيل المثال أن كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالساقس أصبح لها تقاليد في الاحتفاء بالأدباء الأكاديميين. نعم. وقد احتفت بسعادة خاصة جدا لتوفيق العلوي، بزمان الأبيض والأسود عبد الواحد المكني، بالملانخولي لفتح اليسير وغيرها. كما أنها وهي كتابات وإصدارات من أروع ما يقرأ الإنسان أعتقد. أحسنت، وهم إذن زملائنا وأكاديميين. نفس الشيء لها أيضا إذن تقاليد في الاحتفاء بمن فاز بجوائز، وأظن أن فيلزها اليوم بيننا قد جمع صفتين، إذن هو أديب أكاديمي وفائز بجائزة. نعم. وعلى إذن على سبيل الذكر والجائزة اسمه جائزة الاكتشاف، وهذا مهم جدا، حتى تسمية الجائزة مهم أعتقد، يعني أنه النص كل لكل قارن سيكتشف نص مختلف تماما وسيبهر به بكل تفاصيله بكل شخصياته بكل ما جاء فيه من أحداث وحكايات. نعم نعم. إذن الأدباء الذين فازوا بجوائز كانوا أيضا ضيوف في كلية الآداب، سي محمد عيسى المدد احتفينا بجهاد ناعم في دراستي في الكلية، وغير هذا، غير أن هذا الوباء حرمنا من كل هذه الأنشطة الحضورية للأسف. حفظ الله الجميع وعسى أن يكون القادم أفضل. أفضل، نتمنى ذلك. نعم. طيب إذا فيما يتصل بالرواية، إذا الإسفنجة، الرواية إسفنجة لأنها امتصت كل شيء من زمان ومكان وقضايا وقيم، ولكن هذا الامتصاص كان من مواقع مختلفة. إذا الإسفنجة بما تحيل عليه من مفهوم المرونة ومفهوم الانصهار أيضا ومفهوم الاتساع، إذا تقدم صورة أخرى وتعكس إذا وجها آخر من وجوه إذا التعامل اليوم مع الآخر، مع إذا الغرب، النظرة السائدة أيضا للبلدان الغربية فيما يتصل بمفهوم الحرية والديمقراطية أيضا، بين الروائي إذا أنها فكرة زائفة.
لأن هذا الأستاذ الجامعي المختص في التاريخ وقد قدم وجهة نظر يقول هو في الرواية الدرس الأول الذي قدمه لطلبته كان أبان حادثة 11 سبتمبر 2001 إذن عوقب ونال طردا من الجامعة. إذن الكتاب في جوهره يعالج فكرة الحرية ويكشف زيفها, زيف قيم الحرية والديمقراطية التي يروج لها الغرب, وكأني به يحاول إماطة اللسان عن البناء الفكرية للمجتمعات الغربية, أو هو يكشف الحقيقة. نعم أستاذ محمد الهادي طاري. نعم هذا العمل كيف تراه مقارنة بالأعمال الصادرة قبل الثورة بعد الثورة؟ كيف ترى هذا العمل خاصة أنه يتحدث عن خلال فترة الثمانينات والتسعينات وإلى 2008؟ وفي الحقيقة وإن كنت غير متخصص في الدراسات النقدية, نعم, إلا أن انشغالي ربما في مرحلة من مراحل التدريس بتدريس مالك الأدب سواء في التعليم الثانوي أو في التعليم العالي, نعم, جعلني أتابع أحيانا بعض النصوص والروايات سواء تونسية أو غير تونسية, وما شدت انتباهي في هذه الرواية تحديدا أمر لا يتعلق بالمشاكل ربما أو الإشكاليات التي يريد الكاتب أن يعالجها سواء كانت قضايا سياسية أو قضايا ثقافية أو ما شابه ذلك. ما شد انتباهي إلى هذه الرواية شيء آخر يتجاوز الموضوع أو الأفكار المتداولة في الكثير من الروايات والأقاصيص التونسية والعربية, وهو هذا المعنى الجديد للعالم المختلف تماما عن مجموع المعاني التي ربما كانت روايات أخرى قد كشفت عنه أو انبنت حوله. كنت في البداية وأنا أقرأ الرواية أنتظر أن يكون مصير عمر التونسي كمصير أبطال كثيرين في بعض الروايات العربية يعانون هذا الشرخ بين الأصل العربي المشرقي والواقع الجديد الذي وجدوا أنفسهم فيه وهو الثقافة الغربية بقيمها وصورها ومعانيها. كنت أتوقع أو أنتظر أو أتوهم على الأرجح أن يكون عمر التونسي نسخة أخرى من عصفور من الشرق أو نسخة أخرى من مصطفى سعيد في موسم هجر الشمال, في موسم الهجر إلى الشمال, طيب صالح, نعم, أو غيره. ولكنني وجدت شخصا آخر. لماذا؟ هذا يعني أن كاتب الرواية الأستاذ الزناد حينما كتب قصة عمر التونسي هذا المؤرخ الباحث الشاب لم يكن يفكر فيما سيحدثه الوجود في أوروبا في شخصية عمر من تحولات, بل بالعكس تماما كنا نتابع مسيرة الرجل, مسيرة البطل في الرواية, ونحن دائما نرى أن عمر التونسي هو الفاعل وأن المدينة الأوروبية الفرنسية الثقافة الغربية هي المنفعلة, وهي إذن قضية جديدة ومعنى آخر لهذا البطل, لحياة هذا البطل غير المعاني التقليدية التي كانت تطرح في الروايات العربية. إذن فكرة الرواية في حد ذاتها فكرة تجتاز آفاق الإشكاليات التي كانت تعالجها الروايات العربية تعودنا بها, نعم, الشهيرة. نعم الشهيرة, الروايات الشهيرة في هذا في هذا في هذا الباب. هذا يضاف طبعا
إلى أن لغة النص الصفوية والممكنة يعني التي يحسب المرء أنه يقدر عليها بسهولة، ولكنه نعم هي سلسة ومتينة جدا. نعم في نفس الوقت نعم نعم يعني في غاية من الصفاء الأدبي واللغوي وفي غاية من السهولة، وما يجعلها كأنها ممكنة ولكنها ليست كذلك إلا لمن كان قديرا. ولكن قيمة الرواية في الحقيقة بالنسبة إليها لا تكمن في اللغة، والدليل على ذلك أن روايات كثيرة عالمية ترجمت إلى لغات أخرى عديدة وظلت محافظة على بهائها ورونقها. نعم. رغم انتقالها من نظام في اللغة إلى نظام آخر، إذا ثمة شيء آخر في الرواية غير اللغة هو الذي يسمها بميسما حقيقيا، وهو الصور السردية التي ترسمها الرواية. والصورة يمكن نقلها بلغة أخرى ونحافظ على أركانها ونحافظ على أبعادها ونحافظ على معانيها دون أن تخسر الرواية أي شيء. وكذلك الفكرة، فكرة الرواية فكرة عالمية يمكن نقلها من لغة إلى أخرى وتبقى واضحة ونعبر عنها بلغة أخرى. إذن كانت اللغة بالنسبة إلينا نحن كقراء عرب مكسبا ثالثا إضافة إلى المكسبين الثانيين الآخرين، وهما الصورة أو العالم المتخيل الذي ترسمه الرواية وتنقلنا إليه، والفكرة التي تود أن تعالجها، وهي فكرة كما قلت تجتاز أفكار أو آفاق الروايات العربية السابقة عليها في مستوى علاقة الشرق بالغرب. المشكلة ليست مشكلة علاقة الشرق بغرب أو مهاجر بثقافة مشرقية إلى عالم مختلف بثقافة مغربية غربية عفوا، وما لتلك الهجرة من آثار فيه. المشكلة أكثر من هذه، هي مشكلة إنسانا فيها في هي مسألة وجودية أكثر من شيء آخر. نعم نعم، هي مشكلة إنسان في زمن انكسرت فيه هذه الحدود واختلطت فيه الأمور وانقلبت، وهي تستعيد أو تحاول أن تعيد بناء نفسها من جديد، وهو ما يحاول عمر تحديدا تحقيقه والوصول إليه. قبل أن نسأل الأستاذ الأزهر زناد عن علاقة الرجل بالمرأة وعلاقة عمر التونسي كشرقي بالمرأة عموما، نستمع إلى قصيدة أخرى من اختيار الشاعرة مريم الخضراوي. ماذا ستختارين لنا أستاذة؟ إني طلقتك نفسي، هذه القصيدة إن شاء الله ستكون في مستهل ديواني القادم بإذن الله. نعم تفضل. سأقرأ منها، هي قصيدة مطولة قليلا، سأقرأ منها مقطعا. إني طلقتك نفسي، أعفيك مني، تعافى وعفو، لننهي طقسا مريضا مخلصين لقصتنا الغياب. كأحلام المسافر مشترك أعراض الوداع، هل نقتل أوفياء لغربتنا لزمن مريض؟ تعافى من سخونتك، من برودك، انصرف من ساعتي، من جسدي، خذ حصتك إلى سوق القانون وقايض تاجر التحف ما شئت. ما شاء الحب أن نمرض، لكن شاء التجافي أن يكون دواء. طلقت أسفاد القانون وطلقت منك نفسي، إلى ما الظلام والضوء في دمي، لاجئة للنور أنا، أربي الشعر في بيوت الشمس، هناك لا يقبل زائر إلا وبيمينه وردة وقصيدة. الحب هناك رباط من زعتر، لكن رباطك بدعة مجتمع.
هذه مقطوعة فقط من قصيدة هي مطولة قليلا. كما قلت أستاذ فيصل ستكون بإذن الله في مستهل ديواني الذي أسميته أيضا إني طلقتك نفسي. نعم سنحت في به عند صدوره أستاذ مريم. أسأل أستاذ الأزهر زناد عن علاقة الرجل بالمرأة وعن الحب في هذه الرواية الإسفنجة. نعم سؤالك مهما وكما جرت العادة أستسمحك في أن معناه أعبر عن بعض الملاحظات التي أثارتها تدخل الصديقة نورد والصديق محمد. في الواقع هناك إشارة مهمة هي معناها الموضوع أو الكرينو بالفرنسية يسمونها يعني المجال التي تدور فيه الرواية الذي تدور فيه الرواية غير مألوف أو غير معهود على الأقل في جل ما يكتب من روايات وما إلى ذلك وبطبيعة الحال القضايا التي تطرح في غضون الرواية ويبدو أننا لم نتعرف على الأقل إلى الكثير منها ما عدا قضية الرجل والمرأة التي سأعود إليها. الرواية في ظاهرها واقعية لأنها تسرد قصة فتى شاب سافر تزوج أنجب وتعرض لمشاكل بحكم ميز عنصري أو معناها عدم موافقة عن آرائه وموقفه من القضية الفلسطينية وما إلى ذلك. هذا في ظاهره واقع قصة عادية بسيطة ولكنها لا يمكن توهم بالواقعية ولذلك لا يمكن أن يكتفي بها القارئ بين قوسين. يمكن أن تقرأ في ذلك المستوى على أنها واقعية وقصة وانتهى ولكنها لكن القارئ الفطن لا يكتفي بذلك وإنما يسعى إلى تجاوز تلك الواقعية وهنا تدخل ما أحاول بناءه ولعل الإسفنجة هي اللبنة الأولى في ذلك وهي الواقعية الرمزية ويمثل هنا الواقع مجرد إطار لأحداث وشخصيات وما إلى ذلك ولكن الغاية الأساسية وهي هي الرمزية ولذلك تصير الرواية بشكلها العام هي نوع من الاستعارة الكبرى التي معناها تحمله من خلال ما يجود به ذهن القارئ وبه يفكك أركانها. هناك تقنية أخرى كذلك تهم الذاكرة وتداخل الأحداث وما إلى ذلك هي وهي هذا أمر متعلق باشتغال الوعي عندنا وباشتغالنا في اللحظة الحاضرة وتلك النوافذ التي تنفتح في أذهاننا ونحن نجول في عوالم مختلفة هي تقنية النوافذية التي تستعمل في الكثير من الأحيان في السينما وتستعمل كذلك في الرسم وفي الموسيقى وما إلى ذلك وهذه أمور معناها أساسية وجهت الرواية دون شك يرتبط الأمر بدواعي الكتابة لأننا شئنا أو أبينا في زمن العولمة القوي والضعيف يطرحان سؤالا واحدا هو من أنا أو من نحن ماذا ما علاقتنا بالناس الآخرين سواء كانوا أقوياء ونحن ضعفاء أو هم ضعفاء ونحن أقوياء وما إلى ذلك. جميع هذه القضايا في نهاية المطاف تطرح وقد أشرت منذ حين إلى مسألة ذلك اللقاء في جنوب إفريقيا حيث تطرح قضية عشناها صغارا هي علاقة التكنولوجيا أو العلوم والآداب وقد طرحت وأنا تلميذ صغير على الأقل في جيلي الأولوية للعلوم والتكنولوجيا والأداب لا تساوي شيئا والنتيجة أن اليوم أن الأدب ذاهب في واد والعلوم ذاهب في أخرى والتقدم والتطور لا يكون إلا بالتوازن بين المظهرين في الإنسان وفي العمق وما إلى ذلك وفي هذا المستوى منظومتنا التربوية والتعليمية في حاجة إلى إصلاح في هذا الأمر. فيما يتعلق الآن بسؤالك وهو سؤال مهم كما قلت هي قضية من قضايا تثيرها الرواية علاقة الرجل بالمرأة وعلاقة الرجل بالمرأة في الحقيقة في صيغتها معناها قد تبدو معناها بسيطة ولكن لنأخذها كما هي.
لنقل الرجل والمرأة باعتبارهما مكونين اثنين في الوجود، مكونين في الحياة. أنا لا يمكن أن أغوص أكثر في هذه المسألة، ولكنني أقول وأعطي رأس خيط فيها. اجتمع في عمر الكثير من الرجال، وتفرقت النساء في لورا أم الأم والحبيبة الأولى وما إلى ذلك، وفي السيدة لاروس وفي رمزيتها، وقد اهتدى إلى ذلك الكثير من الأصدقاء والنقاد منهم محمد الطاهر، وكذلك الآنسة البسكية وما إلى ذلك. فعلاقة الرجل والمرأة علاقة معناها كيف نقول ضرورة، وهي في الآن نفسه متكاملة، قائمة على التكامل، وقائمة أساسا على التفاعل الذي يمكن أن، وليس المفروض أن يكون صراعا، معناه في التفاعل يكون المساواة، تكون التعاون، يكون التكامل، ويكون لأن المرأة تعطي الوجود مسحة أخرى، هي مسحة الجمال، مسحة الأنوثة التي معناها بدونها يصير الوجود صحراء قاحلة. ومعناها صورة المرأة تتجلى في الكثير من الـ من الـ من الأشكال. ممكن أن تكون المرأة التي تؤمن بالطالع بقراءة الحظ في تجربة عمر عندما كان يبيع الأوهام وما إلى ذلك. فهي في نهاية المطاف متعددة، ويمكن أن تمثل بابا يمكن أن يدرس في الرواية. هذا ما يمكن أن أقوله في هذا الأمر، ولكن هناك قضايا أخرى كثيرة في الحقيقة، كما أشارت نورد والصديق عيسى، وإلى قضية الحرية والحريات في الغرب، علاقة الجسد في الثقافة العربية والثقافة العولمة، الذاكرة والتاريخ، كيف يكتب التاريخ وكيف نعيشه إلى غير ذلك. هناك قضية الأرض والوطن، ما معناه؟ يعني عندما تجول في بلاد كيف تسميها وطن؟ كيف هل الوطن يتمثل في الحجارة والأزقة، أم هو في ذلك الشعور، في ذلك التراكم، في ذلك البعد؟ يعني لترسخ في وطنك وجب أن تلم أو تكون ملما بتاريخه، لأن الوطن ليس معناه رقعة جغرافية فقط، هو أيضا تاريخ، هو وإذا ما كنت جاهلا به أو رافضا له، فإن علاقتك بوطنك لا تكون دون شك علاقة متينة وما إلى ذلك. فضل الكلمة. نعم، أعتقد هناك تعليق عند نورد الخزري، لكن بعد أن نستمع إلى هذه الاستراحة النغمية، وهي من كلمات مرسي جميل عزيز والحان محمد عبد الوهاب وغناء العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، يا خليل القلب، ونعود. يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب، يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب، يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب، يا حبيبي يا حبيبي، لو بتكون نار نهارك، لو بتسهر زي ليلي، لو بتكون نار نهارك، لو بتسهر زي ليلي، لو صحيح بتحب كنا نحضن حبنا، نبعد بعيد بعيد عن عيون الدنيا، عن كل العيون. لو في قلبي قد قلبي، قد قلبي حب، كنا نمشي 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 ألف ليلة ألف ليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة، ليل ونهار ليل ونهار، لما نوصل نجمع ملهاش أي جار، ولا الناس كله قلقه في أبعد بحار، لما نوصل
توصل نجمة ملهاش أي جار ولا نسكن لؤلؤة في أبعد بحار يا 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 يا, يا حبيبي خدنا على موجة قمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود فوق عيون الناس فوق جبال الخوف وفوق كل الحدود القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود فوق عيون الناس فوق جبال الخوف وفوق الحدود القمر القمر خدنا القمر القمر خدنا القمر لجزيرة أبعد من الخيال لا شافتها عين ولا مرت ببال لجزيرة أبعد من الخيال لا شافتها عين ولا مرت ببال يا حبيبي يا حبيبي وصلنا فوق 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 بر الأمان افتح البيبان لقلبك ولشبابك ولحبيبك ابعد الخوف عن رموشك وعشق في الكون يحوشك ابعد الخوف عن رموشك وعشق في الكون يحوشك غني ارقص اجري 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 اضحك قول بحبك وانسى كل الدنيا الدنيا مهما تكون غير عيوني عيون حبيبك ما تشوفكش عيون يا 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 يا, يا, يا حبيبي لحد فين شفت بحلم 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 قد ايه شفت واخداني الاماني لحد فين شفت بحلم 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 قد ايه شفت واخداني الاماني لحد فين شفت بحلم 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 قد ايه يرضيك نحب الحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده يرضيك نحب الحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده عايز احس بحبي مالي كل لمحه من وجودك
عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك عايز احس بحب مالي كل لمحة من وجودك عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك يا حبيبي يا حبيبي رجعنا فوق 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 مر الأمان افتح البيبان لقلبك والشبابك والحبيبك ابعد الخوف عن رموشك اوعى شف الكون يحوشك بعيد الخوف عن رموشك وعشق في الكون يحوشك غني ارقص اجري 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 اضحك غير عيوني عيون حبيبك ما تشوفكش عيون يا حبيبي كانت هذه رايات العندليب يا خليل قلب. نعود إلى الجزء الأخير من وتريات ليلية ونحن نحتفي برواية الإسفنجة الأستاذ الدكتور الأزهر زناد. دكتورة نورت شكرا أولا سي فيصل على هذا الاختيار الموسيقي الراقي. أريد أن ما قاله سي الأزهر الزناد وأضم صوتي في الحقيقة إلى صوته في فكرة الوطن. الوطن هو في جوهره شعور بالانتماء قبل أن يكون بطبيعة الحال رقعة جغرافية. في وصف تلك التفاصيل أثناء التجول في شارع حبيب بورقيبة وفي ترك الجماعة في باريس عندما اشترى عمر التونسي ما يكفي لصنع فرن ريفي وفي استحضاره لمواسم الحصاد في الريف وفي تفاصيل الحياة في القرية وفي ذكره في مرحلة متقدمة من الكتاب من الرواية حديثي عن أزمة الكتاب والكتاب اليوم عندما طرح تلك الأسئلة الحارقة عن إذا الكاتب كيف يمكن أن يقتات مما يكتب كيف يمكن الكتاب أن يوفر لصاحبه ما يكفيه للعيش تساءل عن الكتابة والطباعة وغيرها كل هذا يصب في خانة الوطن. الوطن لا يمكن أن يكون مجرد انتساب أو أرقام على بطاقات التعريف الوطنية كما يقال ولكن بودي أن أطرح سؤال في هذا الإطار إلى سي الأزهر الزناد فأقول له أي إسفنجة يمكن أن تمتص اليوم كل ما يحصل في الوطن ثم تعتصره وتبقى مع ذلك مرنة وخفيفة؟ نعم الإجابة دكتور؟ فعلا سؤالك مهم يا نورد وما ذكرت منذ حين يندرج في قضية أوسع يعني لأن الوطن هو مسرح هو رقعة جغرافية وهو ناس يجولون فيه فيهم المثقف يتساءل في دوره وفي وظيفته وفي أزماته وحلولها وما إلى ذلك وكلها معناه قضايا مبثوثة في غضون الرواية ومن ذلك قضية الرجل والمرأة وأريد أن أنوه بما كتبه صديقنا محمد الهادي الطاهري عن السيدة لاروس وهي ذات أصول جزائرية ونشأت والتفاصيل موجودة في الرواية يقول عنها
صديقي محمد الهادي الطاهري في مقاله: لم تكن لاروس مجرد امرأة، فقد كانت فوق ذلك رمزا لأعرق مؤسسة علمية في فرنسا، وهي لاروس المعني بها دار لاروس. نعم. منفتحة على كل الثقافات واللغات، مستعدة أبدا أو دائما لاستيعاب كل جديد وافد وإدراجه في صلب الثقافة الفرنسية. الوطن كذلك يبنى خلال الزمان، من خلال الاستيعاب، من خلال الصهر، من خلال الانصهار. وسؤالك يا نورد في هذا الاتجاه: وطننا ليس شيئا ثابتا، الوطن بصفة عامة ووطننا من الأوطان في هذا المستوى ليس معطى ثابتا ساكنا، معناه نولد فيه فنجده بمعالمه تلك ويظل كذلك إلى أن نفارقه ونرحل عنه، إما بالسفر أو بالوفاة وما إلى ذلك. هذا الوطن هو شيء يعتمل، شيء يختمر، شيء ينتج عن طريق التفاعل، فيه سهر وانصهار، فيه هو في نهاية المطاف إسفنجة، لأن أبناءه إسفنج ولأن تاريخه إسفنجة، بمعنى آخر هو حصيلة تراكمات وتفاعلات ومعناها انصهارات إن صحت العبارة، لعوامل كثيرة جدا، بعضها ظرفي طارئ يذوب ويندثر، وبعضها يظل من الثوابت. وما نراه في الواقع هو نوع من هذا الاعتمال، قد يوحي إلينا بنوع من الاضطراب، لأن هذا الاضطراب وهذا القلق مرتبط بدرجة وعي الأفراد في بعض الأحيان، يعني على قدر ارتفاع الوعي يكون شدة الإحساس، تكون شدة الإحساس ويكون كذلك عمقه. في هذا المستوى نرجو أن تخرج الإسفنجة من هذه الأزمة كما يخرج الإسفنج، وهذا موجود في الرواية، بأنه كائن لعوب تلعب به الأمواج، ولكنه يلعب بالأمواج أحيانا، لأنه يصل بعد العاصفة في نهاية المطاف التي تقتلعه من جذوره، ولكنه يصل إلى شاطئ النجاة ليبني، معناها ليعمر في مكان آخر وينشئ مستعمرة من الإسفنج في مكان آخر. نحن نبني هذا الجيل، هذا الوطن للأجيال اللاحقة، ونرجو أن معناها يعمل كل واحد على بنائه، لأن أنا أقول في بعض الأحيان نشأت الثورة الأمريكية فأنتجت أمريكا، نشأت الثورة الفرنسية فأنتجت فرنسا، ونشأت الثورة الروسية أو البلشفية فأنتجت روسيا، ونشأت الصينية الثورة فأنتجت الصين. أرجو للثورة التونسية أو للثورة العربية أن تنشئ شيئا من هذا القبيل، وهذا ما نتمناه للجميع. نرجو ذلك. أستاذ الأزهر زناد، أسأل الأستاذ محمد طاهر الطاهري، محمد الهادي الطاهري، عن فكرة الإسفنجة في هذه الرواية أو فلسفة الإسفنجة، كيف تراها؟ الإسفنجة في الحقيقة عديدة في هذه الرواية، بعضها يذهب بنا إلى معاني الرخاوة والمرونة والتراوة، نعم، وبعضها الآخر يضيف إلى التراوة والرخاوة والمرونة، يضيف إليها معنى القدرة الهائلة على الامتصاص، خفة في الجسم وقدرة على امتصاص ما يفوق وزن الجسم أضعافا مضاعفة، هذه الميزة الثانية. والميزة الثالثة، لاحظ أن الميزتين الأولى والثانية تبدوان إيجابيتين، بينما الميزة الثالثة قد تساعدنا على أن ننظر الإسفنجة من زاوية أخرى، فيبدو لنا هذا الكائن الإسفنجي سواء كان شخصية أو وطنا أو امرأة أو ما شابه ذلك، كل كائن إسفنجي برمزيته طبعا في هذه الرواية هو في النهاية كائن غير ثابت، غير مستقر، قادر على أن ينفلت
وأن يتلوى وأن ينتفخ ثم يتم اعتساره ثم يستعيد شكله بسهولة. مبدئيا أو ظاهريا فيها معنى المرونة، فيها معنى، ولكن فيها أيضا معنى عدم الثبات وعدم البقاء على شكل أو على نهج واحد. هو يطفو لأنه خفيفا، و يعني في بلغة أخرى هو متفلت، هو لا يمكن القبض عليه. وهذه متعة الرواية، أنك تظل أو أن يظل كل شيء في الرواية من خلال صورة الإسفنج، يظل كل شيء هارب وكل شيء غير 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 ممكن أن نحده بحدا وأن نوقفه. فإذا جئناه يمينا ذهب يسارا، إذا جئناه من الفوق ذهب إلى العمق، إذا جئناه من الأسفل طار إلى الأعلى. يعني وهذا تقريبا جوهر روايتي، هو هذا السيلان الدائم، وهو معنى الوجود نفسه. وجوديا الفلاسفة الوجوديين كثيرون يتحدثون عن الوجود بهذا المعنى، هو سيلان دائم وفيض لا ينتهي، كالماء إن حبسته غير مجراه بسرعة، وإن سددت عليه الأبواب كلها غار في الأعماق، هو لا ينحبس فيال. هذا معنى السيولة، هذه هي من بين المعاني التاريخة، وقد وسم بهذا الكاتب صديقنا الأزهر الزناد الكثير من العناصر. عمر التونسي كان بهذا المعنى، كان سيالا لا يمكن أن تقبض عليه. مدام لاروس كانت سيالة لا يمكن القبض عليها. تونس الوطن الذي بدأ في بداية روايتي يرسم بعض ملامحه، بدت لنا هذه الأرض التي لا يمكن أن تكون على بمعنى واحد، لا يمكن أن يكون لها شكل واحد، هي أخذت من كل شيء وأضافت إليه وطورته وجعلت كل شيء مع كل شيء في الوقت نفسه دون تصادم ودون اضطراب ودون أزمة. يعني ثم كل شيء موجود هنا معه، مع الآخر، مع العربي البربري الأمازيغي الروماني الإسلامي الأوروبي إلى العثماني، كل شيء موجود وكل شيء يتحرك دون أن يحدث هذا التصدع أو ذلك الانشقاق. هذا هو معنى أن تكون تونسيا. نعم. ثم بعد ذلك الصورة هذه يريد عمر التونسي أن يعممها ويبني عليها فلسفة أن لا تكون ببعد واحد، يجب أن تكون إنسان متعددة الأبعاد. هذه فكرة فلسفية كبيرة مهمة جدا، شغلت الكثير من المفكرين في العالم، من لوم إليديمانسيونير معاش في الوقت ذا، لم يعد وقته. الإنسان في هذا الزمن متعدد الأبعاد بالضرورة. نعم. أستاذ الأزهر زناد، على مدى 310 صفحة تقريب في هذا العمل الإبداعي الروائي الإسفنجة، تم تقسيم هذا العمل إلى 4 فصول عناوين كبرى: اللقاء، ميلاد الإسفنجة، الدوامة، وكر النسور، مع عناوين فرعية. لماذا هذه التقسيمات؟ هو في الحقيقة التقسيمات معناها أو المحاور، نعم، هي مجرد كيف أقول معالم
ليجول القارئ مهما كان معناه مهما كانت غايته فقط معالم لمعناها تسمية الأجزاء وهي معالم دالة في الواقع دالة وتساعد القارئ أعتقد نعم. تساعد القارئ نعم ولكن الرواية شيء واحد كما تفضل بذلك الأستاذ محمد الهادي الطاهري منذ حين نعم. في القصة مسترسلة متواصلة وقد لخصها صديق محمد الهادي في المقال المشار إليه والذي أشرنا إليه وهو موجود في الصفحة الفيسبوك على صفحة الفيسبوك وفي البلوك أو المدونة. القصة مسترسلة وأحداثها متتابعة ومتداخلة مثل جميع الروايات أو القصص العادية ولكن الأبعاد التي تكمن في طياتها متعددة فيها قضايا كثيرة يمكن أن معناها يساهم فيها القارئ كلا بمجهوده وكلا بما يمكن أن تجود به قريحته ولذلك بعض الأصدقاء قال فيها نظرية الإسفنجة هي نظرية في التاريخ في فلسفة التاريخ نعم. ولذلك كان عمر التونسي مختصا في التاريخ بالضرورة لا شك في ذلك والتاريخ نفسه في نهاية المطاف هو إسفنجة بمعنى هو حاصل شيء لا يمكن أن إن شئت أن تصنفه معناها تشتغل بتصنيفه أو بتحديده يكون قد تجاوزك وصار شيئا آخر والتاريخ دون شك الموقف منه نوعان كما هو معلوم هناك من يكتب التاريخ يوميا ويكتب اليوميات هو الكرونيكر أو الذين يسجلون اليوميات معناها والأحداث في تتابعها وتسلسلها وهناك من يتأمل في التاريخ ونفس الشيء الرواية يمكن أن تتابع والإبداع يمكن أن يتابع اليومية ليسجله ولكنه يزول بزوال ذلك اليومي وعندما ينطلق من الواقع ليصفه ويصهره ويصنع منه ممكن عالما آخر يمكن أن يكون ممكنا ويمكن أن معناها يمثل حلما لأن الرواية هذه في نهاية المطاف الإسفنجة هي حلم به العمر التونسي شابا فمواطنا تونسيا ثم مواطنا فرنسيا ثم مواطنا عالميا يعني سيتويان دي موند وجميع هذه المستويات كلها كما ذكر الصديق محمد الهادي منذ حين ليست شيئا ثابتا يعني ثبات ليس بمعنى أنه لا هوية له لا هو شيء معناها غير قار غير ثابت لأن الحياة في أساسها حركة وفي أساسها تغير وفي أساسها تبدل سواء كان والفارق الذي معناها ندركه بين الشيء الثابت والمتغير هي درجة التغير فقط ولكن الثبات لا يوجد لأن الشيء الثابت في ذاته فيزيائيا في مكوناته البسيطة الإلكترونات والذرية وما إلى ذلك إنما هو أيضا يتغير ويتحلل بشكل من الأشكال فالإسفنجة في نهاية المطاف هي كما قلت رمز كبير و ينتظر أن وكل قارئ يمكن أن يفكه بطريقة من الطرق ولا خيار في زمن العولمة يعني الثبات والتشبث بموقف واحد في الماضي أو كذا يمنعنا من التغير والامتناع من التغير هو امتناع من التطور ومن يمتنع من التطور تفوته الأحداث ويظل متخلفا عن ركب الحضارة وعن المساهمة في المعرفة البشرية وفي ما إلى ذلك في الوجود فيكون أو فيظل منفعلا متابعا ولا يكون فاعلا أستاذ نورد هذا العمل الروائي الإسفنجة قادر أن يتحول لعمل درامي سينمائي أو تلفزيوني متطور جدا بالحبكة الدرامية بالأحداث بأشياء عديدة جدا يستطيع أن يكون في مقدمة الأعمال الدرامية الراقية جدا هو كأنك تقرأ أفكاري كنت نعم. سأشير إلى هذا حتما لأني تحدثت عن أن هذه الرواية هي جديرة بالقراءة في مرحلة أولى
وهي جديرة بأن تكون مدونة لبحوث أكاديمية أيضا. نعم. وهي جديرة بأن تتحول إلى عمل درامي، لأن حبكة الأحداث فيها والشخصيات وتطور القص فيها وتتالي الأزمات وتصاعد الحركة السردية كلها من الأشياء التي تجعل منها بمثابة العمل الدرامي، وأنت تقرأ تشاهده في نفس الوقت. نعم، هو عمل درامي جاهز لمن يقرأ هذا العمل. بالضبط هذا. نعم. هو نعم. أي. طيب، يمكن أن أشير أيضا إلى أن في كلمة الختام، لأن اقتربنا منتصف الليل، قبل أن نختم بقصيدة للأستاذة مريم الخضراوي، كلمة الختام منك ومن الأستاذ لازهر الزناد والأستاذ محمد الهادي الطاهري. تفضلي أستاذة نورت. أختزل إذن، لأن الوقت على غرب. نعم، تفضلي. أختزل فأقول أن رواية الإسفنجة تأريخ ونقد، وهي أيضا عرض ومشاكسة، وهي وصف ومحاورة، وهي عرض للظاهر ونبش في الباطن. سعادتي بالغة بهذا اللقاء الثقافي، كل التهاني مجددا لأستاذي لازهر الزناد، هنيئا لنا أيضا بهذا النص، بكل هذا البذخ الفكري. كلمة شكر للناشر أيضا على هذا الإخراج الأنيق، وكأنها إسفنجة حقيقية. كل الشكر أيضا لمحمد عيسى المدد صاحب نص التقديم، الموضوع على غلاف الرواية، تقديمه يفتح شهية القراءة. كل الشكر لك أيضا سي فيصل والمشرفين على برنامج وتريات والإذاعة الفاقس، ولكل المستمعين الذين يرافقوننا إلى حدود هذا التوقيت. أستاذ محمد الهادي الطاهري، تفضل. أود في الختام أن أشير إلى شيء في الرواية لم نأتي عليه في هذا الحديث. نعم، في دقيقة أو أقل من دقيقة، تفضل. هي ختامية، وهو المآدب. هذه الرواية مأدوبة. نعم. بما في للمأدوبة من معان كثيرة، وكم من فلسفات بنيت على مأدوبة، وكم من نصوص دينية بنيت على مائدة فيها تقارير وأحكام وتصورات وأفكار ومعان للعالم. والأستاذ الزناد عول على المآدب الكثيرة في تونس وفي فرنسا وفي في في كل مكان يحل فيه عمر التونسي. لا نكاد نرى شيئا يحدث إلا من خلال هذه المأدبة، وكانت الرواية مأدبة لنا، نلنا منها ملذة وطعم. دكتور لازهر زناد، كلمة الختام، وهل هناك عمل رواي قادم على مهل؟ خاتمة لهذا اللقاء الذي في الواقع مر دقائقه صراعا لا تتوقف، وقد ذكرتنا بنهايته. الكاتب على خاتمة أقول الكاتب يكتب عمله مرة واحدة، ولكن ذلك العمل يقرأ مرات كثيرة. ورجائي أن يقرأ هذا العمل دون شك، ويقبل عليه القراء والمستمعون، وقد خذنا في الكثير من القضايا تشويقا لهم لاقتناء الكتاب وقراءته. نعم. وفي كل قراءة دون شك هناك إبداع آخر لهذا الكتاب، وأرجو كذلك أن تتوفر في من يحوله إلى عمل إبداعي، معناها سينمائي أو مسرحي وما إلى ذلك. هذا شيء يعطي الرواية بعدا آخر، ويجعلها تدخل مدارات أخرى من الجمهوري ومن الحدود، لأنني لا أؤمن بالحدود بين الفنون مهما اختلفت. نعم، وهذا النص يعطي إضافة كبيرة للأعمال الدرامية والسينمائية، لأن نفتقد في السنوات الأخيرة إلى مؤلفين كبار. لماذا لا يلتجؤون إلى الكتابة التونسي، إلى المؤلفين المبدعين التونسيين؟ هناك عديد الأعمال تستحق الاهتمام. نعم، هذه قضية كبيرة جدا. نعم. هل هناك من رجال السينما والمسرح من يهتم بمثل هذه الأعمال؟ هذه نافذة لموضوع آخر أستاذ لازهر زناد، شاسعة واسعة. في الختام صديقي أشكرك على توفير هذه الفرصة، هي فرصة لقاء بين الكتاب ومتابعي الإذاعة العريقة إذاعة فاقس،
وأشكر كذلك نورد الخزري على توفير هذه الفرصة وملاحظاتها الرشيقة. أشكر دون شك صديق ناجي الخشناوي بما ساهم به، وكذلك محمد عيسى المؤدب الذي ورطني وورطته في منذ شهور أو سنوات، وأشكر كذلك محمد صديقي محمد الهادي الطاهري على ملاحظاته. فيما يتعلق بالأعمال الواردة، في الواقع هي أعمال كانت في طور جنيني مثل الإسفنجة. هناك عمل ثان حصل على جائزة كتارة للرواية غير المنشورة في دورتها هذه السنة، يعني في دورة سمحني في السنة الماضية 2020، وسيرى النور قريبا. وهناك مجموعة قصصية ستصدر عن دار مسكلياني، أرجو أن تكون جاهزة في معرض الكتاب القادم. وهناك معناه أعمال روائية أخرى تنتظر دورها في اللي ترى الوجود، ومعناها رجائي للجميع في ختام هذه السهرة العافية، وأوصيهم بأن يلتزموا بقواعد البروتوكول الصحي لحماية أنفسهم، وبذلك نحمي أنفسنا جميعا. شكرا لك وليلتكم سعيدة. كل الشكر دكتور الأزهر زناد، دكتورة نورد الخزري، محمد عيسى المدب، الأستاذ ناجي خشناوي، الدكتور محمد الهادي الطاهري، الشاعرة المبدعة مريم خضراوي. سأترك لك المصدح لمدة دقيقة نختم بها هذا اللقاء. كذلك أشكر حمدي لحو اللي كان معنا في هندسة وإخراج هذه الحصة منذ 9:30، كسوفيان خديمة الله في غرفة المكالمة الهاتفية. أترك لك المصدح أستاذة مريم خضراوي. نعم شكرا. نعم ألتقيكم الأسبوع القادم في وتريات ليلية في كتاب آخر وحكاية أخرى. تفضلي مريم خضراوي الشاعرة المبدعة، تفضلي. نعم شكرا لهذه الدعوة الأنيقة بين هؤلاء القامات التونسية وهذا الحضور الدسم، شكرا للرواية التونسية لأنها تكتسح الساحة الثقافية العربية والعالمية أيضا. أختم بنص قصير هو عبارة على دعوة للتوانسة. يا توانسة تعالوا نتجمع، تعالوا نجتمع، نجلس لمائدة الساعة، على وجبة حب نلتقي كل تباعد طقس ولو ساعة. تعالوا بسم الله نقتسم زيتونة أو ليمونة أو عشبة شيح تشتاق طقوسنا كل ساعة. على همنا نلتف على طقس التفافنا، حديثنا كثيف السكر على مائدة العائلة، والشاي دافئ يحمل حلم المزارع وشقوة الفنان والمناضل. ما أحوج البيت لحوارنا باجتماعنا لبعض شاي ونعناع يعزز مناعة اقترابنا، يكثر الطقس ويثني قرون الساعة. كل ليلة وكل يوم، كل يوم أسهر لبكرة في انتظارك يا حبيبي، فكر طول الليل في ليلك والنهار كله في نهارك يا حبيبي يا حبيبي. فكر طول الليل في ليلك والنهار كله في نهارك يا حبيبي يا حبيبي. يا ترى يا وحشني بتفكر في مين، يا وحشني بتفكر في مين، عامل ايه الشوق معاك، عامل ايه فيك الحب.
حبيبي. وتريات ليلي.